القرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أسبقي ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. لا شك مسابقة المرحوم الوالد لتحفيظ القرآن الكريم بدت بداية يعني متواضعة، كما يجب أن تبدي أي مسابقة في هذا الجانب، لأن الهدف منها الديمومة والاستمرارية والبقاء والتطوير بشكل سنوي يعني. فبدينا بداية متواضعة ثم ارتقينا بالمسابقة. السنة الحقيقة في أيضا يعني في حقائق أو في أهداف أو في تطوير يعني آخر بدينا فيه، على أساس أن المسابقة تتوائم مع المنهج الدراسي في مادة التربية الإسلامية في المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وبالتالي لإيماننا إيمان مطلق على أن البيت والمدرسة وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق حرصنا أن يكون جزء من المسابقة أو الجزء الأكبر هو يعني السير على النهج الذي تسير عليه وزارة التربية والتعليم، من منطلق أنه هذه بعض المقررات الدراسية المطلوبة في 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 المنهج الدراسي لكل العوام لهذا العام يعني والأعوام القادمة. لا شك يعني الحقيقة أنه يعني هذه المسابقة وجدت لتستمر وتتطور، ونحن متكفلين باستمراريتها وديمومتها وبقائها. وهناك من الـ يعني مثل ما تقول يعني من الأمر الذي يكفل لها بقائها على ما حيينا وبعد عمر طويل إن شاء الله. الله التوفيق لكم جميعا ولنا إن شاء الله، وأن نبقى وتبقى بسابقتنا وتبقى خالدة، لأنه ما يعني ما خلف لنا المرحوم والدنا الله يغفر له ويرحمه طيب الله ثراه. وبالمناسبة 28 رمضان يوم أمس كانت الحقيقة ذكرى وفاته، وكنا لولا أنه حالة ظروف سعادة المهندس إن 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 يعني حقيقة إن يعني الارتباطات السابقة، كنا نتمنى أن تكون يعني هذه الاحتفالية بذكرى وفاة المرحوم في قبل حوالي 12 عام ونيف من هذا اليوم المبارك الطيب إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله لكم التوفيق، وسنبقى على تواصل واتصال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة مسابقات القرآن الكريم هي بادرة طيبة، وهذه عادة إسلامية يحرص عليها المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه العادة الآن انتشرت بين أفراد المجتمعنا، ونتمنى إن شاء الله استمرارها. وأيضا نسأل الله العلي القدير أن يوفق القائمين على هذه المسابقات، وأن يعوضهم أجرا في ميزان حسناتهم ويغفر لهم الله عز وجل. ثم نشكر القائمين على هذا المسابقة، وكل مسابقات شبيهة بهذا المسابقة هذه كرامة من الله، ثم من الأبناء للآباء، نسأل الله أنها تكون صدقة جارية
صدقة جارية لهم، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. المسابقة هذه مسابقات طيبة، هذه مسابقات طيبة، نشجع النشئ على حفظ القرآن. السنة هذه داخلين 50، يمكن السنة القادمة يزيدوا 70. الأطفال هذه اللي يتشجعوا هذه المنافسات والتشجيع والقائمين على هذه المسابقات جزاهم الله خير، يبذلوا من أجل إن شاء الله يكون في ميزان حسنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مسابقة المرحوم مسلم بن راشد البادي في نسختها الرابعة لهذا العام، دائما نحن حريصين على أن تكون هذه المسابقة متجددة ومطورة من عام لآخر. السنة حرصنا فيها على أن تكون وفق المقرر الدراسي مادة التربية الإسلامية في المدارس، حتى نسهل على البيت والأسرة حفظ أبنائهم للقرآن الكريم أو للمقرر بشكل عام. وطبعا السنة المسابقة في نسخة الرابعة كانت بعدد أكثر من 55 طالب وطالبة شاركوا في المسابقة مع البرنامج الصيفي أو البرنامج الرمضاني. طبعا هناك برنامج رمضاني مصاحب للمسابقة سنويا، نحرص فيه على تعليم الأطفال القرآن الكريم، نوجه كلمة دعوة لجميع الآباء والأبناء لحث أبنائهم على المشاركة في مثل هذه المسابقات التعليمية القرآنية من أجل تنشئة أبنائهم تنشئة صالحة، تنشئة دينية مستقيمة. نشكر أيضا في الختام نشكر فريق صحم الإعلام على تغطية جميع فعاليات الولاية الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وحقيقة هذا الأمر ما غريب عليهم، هم دائما موجودين في كل محفل، في كل فعالية، في كل لقاء، في كل تجمع، مساهمين ومشاركين متعاونين. ويمكن أحد الأسباب الرئيسية لإنجاح جميع الفعاليات الموجودة في هذه الولاية هو فريق صحم للإعلام لتغطية جميع هذه الفعاليات. شكرا لكم، ومهما قلنا لن نوفي حقكم، هي جهود متطوعة، جهود مخلصة، عمل دؤوب. شاكرين لكم. اشرح صدري قرآن.